زار رئيس اللجنة العسكرية المكلفة من وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة اللواء الركن علي محمد منصور الفضلي محور العند واللواء الثاني حزم والخطوط الأمامية لجبهة كرش. وطلعت اللجنة خلال الزيارة على الاحتجاجات والمتطلبات لمنتسبي اللواء في الجوانب اللوجستية. وأكد اللواء الفضلي مواصلة الدعم والمساندة لقوة الجيش الوطني في محور العند والمنطقة العسكرية الرابعة وصولا إلى التحرير وحسم المعركة في كامل تراب الوطن. صراحة يعني أفرقوا صدورنا هذا الأبطال الأشاوس ويعني قبلة على كل جبيه المقاتلين، يعني بصمودهم الأسطوري في جبهة كرش في موقع في قطاع المرخام، يعني للأمانة يستحق كل تقدير وكل دعم. ونحن بإذن الله بحسب توجيهات ومعالي وزير الدفاع ورئيس الأركان نقدم كل الشكر والتقدير للأخ وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة، وكمان نقدم الشكر والتقدير للأخ رئيس اللجنة علي اللواء الركن علي محمد، وكذلك أعضاء اللجنة أبو بكر علي وعبد الله السغلدي وكل من وصل إلينا والأخ الإعلامي مقراط، ونشكر جميع الواصلين لنا. وهذا يدل دلالة عميقة على اهتمام القيادة السياسية والعسكرية بالأخ رئيس الجمهورية حفظه الله والأخ وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة واهتمامهم المستمر بتفقد أحوال المقاتلين في كل الجبهات.